نسعد بكل مشاهد ومتابع لبرنامج ظلال الأصيل، لعله راجت في الآونة الأخيرة أخبار عن وزارة المالية والكثير من الأخبار التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي التي تتعلق بمرتبات العاملين بالدولة وتتعلق بوزارة المالية وعجزها عن الإيفاء بمرتبات العاملين، الكثير من الأخبار في هذه المساحة. أرحب بضيفي داخل الاستوديو دكتور أحمد الشريف محمد الناطق الرسمي لوزارة المالية، مرحب بك. مرحب في قناة الشروق. مرحب بك، أهلا وسهلا، وأنا سعيد أكون معكم اليوم في هذه القناة الحقيقة عندها يعني شهرة واسعة وعندها مكانة في وسط المجتمع. يعني مرحب بك دكتور. نبدأ السؤال لماذا تأخرت إجازة موازنة العام المالي وتحديدا شهر يناير وتأثير ذلك على دولاب العمل؟ شكرا جزيلا. حقيقة ده سؤال مشروع، طبعا كما جرت العادة يعني الموازنة عادة بتكتمل بنهاية العام، في كل نهاية كل عام، وأي في ديسمبر يعني وبتم إجازتها. سبب التأخر هو كان حقيقة نحن عندنا حقيقة كما تعلم أخي العزيز مشاكل في الإيرادات العامة للدولة، وهذه بتتطلب التركيز في جانب مهم جدا. هنالك قوانين متعارضة للمال العام، وبحكم دور وزارة المالية في الولاية على المال العام فلا بد من إزالة التشوهات التي تحدث في كيفية الحصول على الإيرادات ومن كل الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية، وبالتالي هذه القوانين يعني لا بد من أنه يكون لوزارة المالية ولاية عليها حتى يعني تستطيع أن تجبي إيرادات وتقابل الالتزامات الكبيرة على الدولة. هذه أخذت بعض الوقت حقيقة لكي تكون المسألة فيها نوع من الـ يعني قوانين واضحة ومعروفة ووزارة المالية لها تحكم عليها. وبعد هذه القوانين طبعا أخذت كما تعلم النواحي القانونية تأخذ والتشريعية تأخذ وقت أطول شوية لأنه فيها إحكام يعني، وبالتالي اكتملت باكتمالها يعني أخذت وقت ليس بالقصير، وهذا هو كان السبب الأساسي في تأخير الموازنة وإجازتها. ولكن ذلك لم يتأثر في تسيير أعمال الدولة، وكانت الأمور تسير بالشكل الطبيعي من حيث التسيير ومن حيث المصروفات وغيرها، وكنا حريصين على ذلك، والحمد لله تمت الإجازة بعد أن تمت يعني الاتفاق على هذه القوانين وأن المالية تكون لديها هيمنة في المال العام، وهذا شيء مهم جدا. طيب دكتور أحمد، قبل ما نخش في مسألة موازنة العام 2023 لا بد من وقفة قصيرة مع دور وزارة المالية. يمكن عدد من الناس اللي بيشوفونا ما عارفين شنو دور وزارة المالية، هل هي معنية بجلب الأموال أم بصرف الأموال؟ وزارة المالية هي two ways، يعني هي تجني هذه الأموال بالتنسيق مع الوحدات والمؤسسات العامة والهيئات والشركات وغيرها، وفي نفس الوقت الإنفاق على هذه الأموال على ما يتم الاتفاق عليه في من بنود مختلفة في الموازنة بالاتفاق مع الهيئات والشركات المختلفة والوحدات الحكومية. ووزارة المالية هي العين وهي الرقيب على هذه الأموال، وهي في التي تحمل هم المواطن أولا وأخيرا وهم الموظف وهم كل عامل في الدولة. وزارة المالية تشيل كل هذه الهموم باعتبارها هي الوزارة السيادية التي يقع عليها دور إحكام وضبط المال العام وصرفه وكيفية صرفه بكل شفافية وبكل محاسبية. جميل دكتور، لأول مرة منذ أعوام تغيب موازنة العام 2023 عن الرأي العام، ما الأسباب؟ حقيقة هذه مسألة مهمة جدا. نحن الآن يعني بدأنا خطة لإعداد ما يسمى بميزانية المواطن، بحيث أن المواطن يكون على علم ويكون هنالك في شفافية وفي وضوح في ما هي الإيرادات وما هي المصروفات وإلى أي مصارفها تمشي هذه المبالغ وكيف تصرف وكيف الدولة تقدر
أن تتحصل على تلك الأموال وما هي الإيرادات الحقيقية التي تحصل عليها والرسوم وغيرها وغيرها. فهذه المسألة من حيث الإيرادات ومن حيث المصروفات سوف تعكس على المواطن بشكل واضح جدا عشان وهذه إن شاء الله سوف تنشر في الفترة القادمة بحيث أن المواطن يكون ملم إلمام كامل بمجريات تسير أو عمل الموازنة وكيف وزارة المالية تسير في هذه الناحية. يعني يا دكتور سبب غياب موازنة العام 2023 عن الرأي العام هو تجهيز بديل، هو ما سميته موازنة المواطن عشان تجهزوها وتوضحها للرأي العام؟ لا لا لا، أنا سبب التأخير كما ذكرت لك هو إجازة القوانين المتعارضة مع المال العام هي السبب الأساسي. وبعد ما تجاز هذه القوانين ويتم الاتفاق عليها مع كل الجهات المختلفة ويكون ضبطها وتشريعاتها وغيرها وتتم الموافقة عليها من المجلسين، مجلس الوزراء والمجلس السيادي، باعتبار الآن نحن ما عندنا برلمان، برلماننا هو المجلس السيادي ومجلس الوزراء وبترفع لهم وتم إجازتها، وبعد ذلك تكون الموازنة اتوضعت بتقديرات صحيحة وليس تقديرات يعني فلكية أو تقديرات يعني تكون مبهمة بحيث أنه لا نستطيع أن نفي بالتزاماتنا فيها يعني. وبعد ذلك توضع في النظام المحوسب GRB، وهذه برضو بتأخذ جزء من الوقت، لكن وزارة المالية عملت ليل نهار حتى أن تستطيع هذه الموازنة تحت الحوسبة توضع من كل الوحدات بطريقة واضحة جدا وتكون الميزانية تتخطى بشكلها الصحيح يعني. هل يتوقع أن يحصل هذا التأخير كل عام هو معروف ولا هو حدث طارئ هذا العام فقط؟ نحن نتمنى بالتصحيح الآن الحدث كما ذكرت لك في إزالة التعارض في القوانين اللي هي كانت بتخفي عدد من كمية كبيرة ومهولة من الإيرادات اللي هي كان وزارة المالية ممكن تتحكم فيها، في العام القادم يحصل يعني أن تكون الميزانية في مواعيدها وتجاز في مواعيدها، ونتمنى ذلك أن يحدث وأفتكر بالطريقة دي نكون ماشيين في الخط الصحيح يعني. جميل دكتور، لو وريتنا أهم سمات موازنة العام 2023. موازنة العام 2023 حقيقة بتركز على أهم شيء هي الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الاقتصادي بيشمل أشياء كثيرة جدا من ضمنها إصلاح سياسات الخاصة بسعر الصرف والتضخم وسياسات النقدية والسياسات المالية بصورة عامة، وكذلك تحسين معاش الناس. دي واحدة من الأشياء اللي احنا بنركز عليها بحيث أنه نركز على برامج مختلفة اللي هي برامج الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي والمنافع الاجتماعية المختلفة وتوفير يعني وظائف وتدريب التغني والتغاني، كل هذه الأشياء مهمة جدا لتحسين معاش الناس. جميل. برضو من ضمن الأشياء اللي نحن مخطوطة في هذه الموازنة وركائز أساسية هي أهمية تفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نحن حقيقة نفتكر القطاع الخاص عنده دور كبير جدا ومساهم كبير. نحن دكتور حنجي لمسألة الشراكة بما أنه أنت المسؤول من الملف ده في وزارة المالية، لكن سؤالنا عن سمات موازنة العام 2023 بيقودنا مباشرة للنسب اللي وضعتها وزارة المالية للصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. نعم، حقيقة وزارة المالية مقارنة بالعام الماضي ارتفعت النسب لحد ما في التعليم، يعني بتصل إلى حوالي 14%، قد تصل ل 20% إذا أجملنا الولايات كلها. في مجال المياه قد تزيد عن تقريبا 10%، في مجال الصحة برضو أكثر من 12-14%، في المساهم برضو في مجال القطاع الزراعي تصل لأكثر من 33%، في المجال الصناعي 18% تقريبا، في مجال الخدمات عموما يعني بتبلغ حوالي 47% أو 48%. يعني هذا برضو بيقع عبء كبير على وزارة المالية لتوفير هذا الدعم كمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. طيب دكتور، هل بتعتقدوا أنه توزيع هذه النسب للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية يمكن أن يساهم في تحسين
حياة المواطن بصورة أفضل من السنوات التي مضت؟ أكيد طبعا، هذه هي سياسات، ولكن هذه السياسات بتتبع آليات للعمل، والآليات بتتم تنفيذها عبر الجهات المختصة وببرامج معلومة بمواقيت معلومة، وبالتالي هي الآليات هي اللي بتساعد في التنفيذ، وبالتالي ضبط المراقبة والمتابعة والتنفيذ الصحيح للسياسات دي هو بيساعد كثير جدا في أن تتحصل على أن هذه النسب تتحقق بهذا المستوى يعني. وإذا أخفقنا في عملية المتابعة واللصيقة والمؤشرات أنه ما تتابع بطريقة دقيقة، وبالتالي ممكن يكون في إخفاق، لكن نتمنى أن الأمور تسير بشكل يعني أمثل وبشكل صحيح إذا توفر الاستقرار السياسي والأمني. جميل دكتور، دور القانون الذي يجيز والذي يؤكد سيادة وزارة المالية على المال العام، دور هذا القانون على ضبط المال العام وتحسين أداء وزارة المالية بصورة أفضل. هذا القانون طبعا يتيح لنا المراقبة والمتابعة والشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بتطبيق القانون، وهذا القانون ما فيه أي مجاملة، ما تم الاتفاق عليه ينفذ كما هو، وبالتالي على الوحدات يعني تم تعديلات في هذه القوانين، وزارة المالية أصبحت هي التي يعني يرد اسمها وكان لا يرد اسمها في بعض القوانين. ما أقدر أخش في التفاصيل، ولكن أنا أفتكر في البنود التي تم الاتفاق عليها أدت وزارة المالية الحق في أنها السيادة على المال العام، السيادة على المال العام بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفيها في النهاية هي فيها المصلحة العامة للدولة يعني. طيب دكتور، بوصفك مدير الإدارة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، خلينا نتكلم عن دور الشراكة في تفعيل وتقوية القطاع الخاص، وانت بديت قبل الحديث عن مسألة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. حقيقة طبعا موضوع الشراكة ده في السودان هو موضوع يعني ليس بالقديم وليس بالحديث يعني، بشكل موضوع الشراكة بدأت الوحدة حقيقة المركزية للشراكة إنشاء بوزارة المالية منذ عام 2015، ولكن عندما بدت بدون قانون. طبعا أهم شيء في الشراكة أن يكون في قانون واضح يعني. في عام 2021 تم إجازة قانون الشراكة من القطاعين العام والخاص بواسطة مجلس الوزراء، وتشكلت الوحدة المركزية وتشكل ما يسمى بالمجلس الأعلى للشراكة، وده برئاسة السيد رئيس الوزراء، والسيد وزير المالية هو نائب رئيس لهذا المجلس. هذا المجلس مفروض يكون فعال ويعمل، لكن الآن طبعا للظروف الحالية وزير المالية هو الذي يعطي يعني الموافقة على المشروعات المهمة جدا. أهمية الشراكة أن هي يعني تكسير فجوة الموارد حقيقة، لأنه الدولة لا تستطيع أن تتحمل، وهذا يحدث في عدد كبير جدا من الدول، لا تستطيع أن تتحمل تنفيذ عدد كبير جدا من المشاريع، خاصة مشاريع البنيات التحتية أو الأساسية مثل الطرق، النقل، الكهرباء وغيرها، وهذه تترك للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ولكن بحكمة القانون. وبالتالي القانون ده حريص على أنه هذه الأموال للمستثمر يشكل لها حماية ومن خلال القانون، وضمان تحويل رؤوس الأموال دي وأرباحه ووفق برنامج معين يتم الاتفاق عليه. الآن نحن في الوحدة المركزية للشراكة حقيقة فعلنا عدد كبير جدا من الأنشطة، ومن ضمنها مشاريع حتى في مجال السكة الحديد. الآن يعني تم توقيع عقد مهم جدا لتنفيذ خط سكة حديد يربط من بورسودان مرورا بسنار إلى أدري بتشاد، وافتكر دي ذاتها محمدة كويسة، ودي يمكن واحدة من الإنجازات الكبيرة للوحدة، بحيث أنه هذا طريق أول حاجة طريق غاري ويساعد في التجارة البينية بيننا وبين الدول، ويمكن أن يربطنا بدول أخرى حتى السنغال وغيرها، وينشط التجارة ويعظم الفائدة من النمو في الاقتصاد الوطني. في مشروعات أخرى في مجال في البايبلاين، مشروع في المواني، ومشروعات أيضا في المحاجر البيطرية ونافذة إلكترونية، فكلها في نظام الشراكة. والآن عندنا عدد من المشروعات مطروحة حترى النور غريبا إن شاء الله،
نحن يعني very flexible في عنا تتنفس ونشجع القطاع الخاص وحتى المخاطر نحاول إزالتها أو تخفيفها حتى لا يكون على المستثمر أي مخاطر كبيرة يعني. جميل، ده بيقودنا مباشرة يا دكتور للسؤال عن دور التنمية وجود التنمية في موازنة الدولة. هناك اتهام واضح لوزارة المالية بغياب التنمية في الموازنة. أنا أتفق معك، العام الماضي طبعا كانت نتيجة لظروف معينة، توقف العون الخارجي تماما ومن المنظمات الدولية ودور التعاون الثنائي وغيره وغيره، ولكن ده لم يقعد الدولة عن القيام بدورها واجبة تجاه التنمية. يعني إحنا واجهنا تحديات، وإحنا من التحديات اللي واجهتنا حقيقة اللي هي تنفيذ مشروعات التنمية اللي كان مفروض تكمل من العون الأجنبي وتوقف. فكان عندنا أكثر مشروع يتنفذ بأكثر من 70% الدولة بدأت تكمل فيه، باعتبار أنه ده دورنا تجاه التنمية في البلد يعني. اثنين، الدولة برضو يعني نسقت مع المنظمات المجتمع المدني وهي عندها دور كبير جدا في تنفيذ مشروعات التنمية في البلد يعني. في بعض المنظمات عندها أكسس لتمويل لأنه طبعا بطريقة ما، وبرضو بتساعد الدولة كثير جدا، ونحن حقيقة نحييها لأنها عندها جهد مقدر، في عندها تقاطعات كثيرة وعندها انترفينشن في مشروعات مهمة جدا. ولكن نحن في ميزانية 2023 وضعنا أكثر من 700 مليار جنيه تقريبا للتنمية، من بالرغم من الظروف اللي نحن فيها، بحيث أنه دي تساعد كثير جدا في تنفيذ مشروعات تنموية مهمة جدا في المجالات المختلفة يعني. جميل، ده بيقودنا مباشرة لسؤال اعتماد ميزانية العام 2023 يا دكتور على إيرادات الجمارك والضرائب والرسوم الحكومية التي تأتي من جيب المواطن. لماذا لا تبتكر وزارة المالية سياسات جديدة والاستفادة من المنتجات السودانية في الصادر وغيرها يعني؟ حقيقة أن وزارة المالية في الموازنة الجديدة وضعت عدد من السياسات، من ضمنها وضع بدائل، ليس الاعتماد فقط على الجمارك والضرائب، وإنما الاعتماد أيضا على سلاسل القيمة، ما يعرف بالقيمة المضافة. نحاقين عندنا صادرات كانت تصدر في شكل رو، في شكل خام، الآن بدأنا أن هذه الصادرات تكون في شكل قيمة مضافة، يعني صمغ العربي يصدر في شكل مادة خام، مفروض يحصل له بروسيسنج حتى أنه نستفيد منه في كوزموتيكس، ميديسين، حياة كثيرة جدا. فالصمغ العربي عنده كم شيء يعني، المنتجات الثانية برضو. فأضف إلى ذلك تطوير الموارد المعدنية برضو واحدة من الأشياء اللي نحن بدينا نفكر فيها. أضف إلى ذلك يعني ابتكار وسائل جديدة للحصول على إيرادات ذاتية بحيث أنه ما يكون للمواطن أي عيب. أيضا توسيع المظلة الضريبية، وليس يعني هي أفقيا وليس رأسيا. ليه؟ لأنه في ممولين ممكن يخشوا جدد في العملية الضريبية، ودي بتساعد كثير جدا في زيادة الضرائب بدون تحميل المواطن أي عباء جديدة يعني. وهذه واحدة من الأشياء، زيادة الإنتاج المحلي وتطويره بحيث أنه يكون في رسم إضافي على المستورد الأجنبي، بحيث أنه أنت بتشجع المنتج المحلي. وكل هذه المسائل حقيقة بتشجع كثير جدا في أنه الدولة تحصل على بدائل وموارد إضافية أخرى حتى من باطن الأرض وغيره، تساعد كثير جدا في زيادة الإيرادات. وده بنتوقع إن شاء الله، وعندنا سياسات اتوضعت لهذه المسألة، وإن شاء الله ترى النور غريبا بإذن الله. جميل، طيب هل هناك عجز في موازنة الدولة يا دكتور؟ العجز الدولة دي هي ليس كبير يعني، تقريبا حوالي 1.4% تقريبا إيرادات نحن متوقعها حوالي 12.6 لا 6 وشوية، مصروفات حوالي 7 و8 يعني 1.4%. ده العجز. الإيرادات بلغت أكثر من 12 مليار دولار على حسب ما أشيع في الأخبار. نعم، لا هي طبعا الإيرادات تقريبا حوالي 6 أو 7 تريليون، وليس هذا الرقم الكبير يعني. والمصروفات حوالي تقريبا 8 أو أكثر من شوية. طبعا لازم المصروفات تكون كثيرة، لأن لازم يكون عندك تنمية في صرف على التنمية، وفي متخ...
تحصل على مدخلات إنتاج، وفي قطاع زراعي أنت دائر له مدخلات إنتاج، فبالتالي الصرف يعني لابد أن يحدث يعني. لكن إحنا بنحاول بقدر الإمكان تنيرو النسبة بتاعت الصرف حتى أنه لا يحصل والإنفاق وترشيده، وفي نفس الوقت عدم الاستدانة من النظام المصرفي إلا للإنفاق التنموي، وده احنا من الاشياء اللي بتساعد كثير في استقرار الاسعار نسبيا يعني. تكلمت عن مدخلات الانتاج، اتكلم عن ازمه مدخلات الانتاج وتاثيرها على وزاره الماليه ولعبها لدورها الكامل. معروف ان مدخلات الانتاج يمكن ان تساهم في زياده الدخل القومي، وربما بتفعيل سياسات وزاره الماليه الجديده، الاستفاده من الحزم والقطاعات اللي ذكرتها قبل شويه كالصمغ العربي في الصادرات، وبالتالي دخول عمله صعبه. نعم. كيف ممكن نتحدث عن ازمه مدخلات الانتاج ودور مساهمتها في زياده الناتج المحلي؟ وحقيقه احنا وزاره الماليه زي ما قلت لك في اطار الشراكات وفي اطار العلاقه مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص يمكن ان تتغلب على هذا الجانب يعني. الدولة لوحدها لا تستطيع أن تعمل كل هذا العمل في مجال التنمية، وبالتالي إحنا أفردنا حيز كبير جدا في دور القطاع الخاص وتحفيزه في الدخول في مجال التنمية من خلال استيراد مدخلات الإنتاج، من خلال تقديم التسهيلات الممكنة، ومن خلال يعني دوره الكبير في العملية الإنتاجية. وبالتالي الدولة برضه في المقابل بتقدم له محفزات حتى يستطيع أن يؤدي دوره الأكمل على يعني المزالة تكاملية وليس هي مزالة متعلقة بجهة واحدة يعني هي الدولة يعني. طيب اتكلم عن أهم التحديات وأبرزها اللي بتواجه وزارة المالية في التوقيت الحالي. والله تنفيذ القانون ولاية المالية على المال العام ده واحد من أهم التحديات. التحدي الثاني الصرف على التنمية والإنفاق عليها، والعائد من ذلك يعني يكون التحدي الأكبر أنه نصل بالتضخم إلى 2 ديجيتس لرقمين. التحدي الأهم أن يكون فيه استقرار وفق السياسات دي لسعر الصرف، وده بيؤدي لاستقرار في الأسعار بصورة عامة. كل هذه المسائل مهمة، والتحدي الأهم المساهمة الاجتماعية وتحسين معاش الناس، والتحدي برضو في زيادة الإنفاق على الأسر ودعم الفقراء وتنفيذ الاستراتيجية القومية لخفض الفقر من خلال التدخلات الموجودة في المكونات بتاعتها. وكل هذه المسائل ممكن تكون تحديات تساعد في التحدي الأهم برضو يكون في استقرار سياسي وأمني، لأنه ده بيساعد على conducive environment عشان تساعد كثير جدا في تنفيذ السياسات دي بالشكل المطلوب يعني. طيب والأهم من ذلك برضو توافق السياسات المالية والسياسات النقدية، وهم في توافق كامل في هذه المزال يعني. يبقى النقطة الأخيرة يعني سلفا موجودة. نعم. توافق السياسات المالية والنقدية. نعم. جميل. طيب السؤال الأبرز الآن يا دكتور في الساحة، ليه في زيادة في قطاعات محددة دون بقية القطاعات؟ يعني إذا تكلمنا عن نموذج لأكثر من قطاع موجود عندنا، عندنا قطاع المعلمين وقطاع الأطباء إذا أخذناهم نموذج ما زال عندهم مشاكل في مسألة الرواتب، وبالتالي إضرابات متكررة أثرت بصورة كبيرة على سير العام الدراسي، إضرابات الأطباء والمشاكل الكثيرة. ليه في زيادات في قطاعات دون بقية القطاعات في مسألة الرواتب؟ هذه واحدة من التشوهات اللي كانت نحن واجهتنا حقيقة في ميزانية العام الماضي، خلقت لنا بعض العدد من الإشكاليات في المسألة بتاعت تعديل المرتبات لبعض الوحدات وفقا لقوانين الخاصة يعني. ولكن الآن بعد يعني توحيد القوانين ويعني الوصول لقوانين واضحة ومعلمة بعد التعديلات التي حدثت، أصبحت الرؤية واضحة جدا يعني. هنالك تعديلات بتتم وفقا ل موافقة مجلس الوزراء باعتبار أن مرتبات لبعض الجهات معروفة في الدولة يعني، وما في داعي لذكر اسمها. وعشان نحن نتفادى المسألة دي جاءت القوانين المعارضة للمال العام وإجازتها لتصحح كل هذه الأشياء عشان ما تحدث لنا أي يعني إشكالات أثناء التنفيذ في الميزانية. لأنه حقيقة أن أنت لما تحصل لك مشكلة في زيادات وزارة المالية لا تزيد
إنما تخضع لجهاز التشريعي اللي هو المجلسين ويجلس ويزيدوا. وزارة المالية لا تزيد أي رسوم ولا تزيد أي نسبة إلا بموافقة المجلس التشريعي، وهذه معروفة في أي موازنة. كيف بيتم الزيادات أو كيف بيتم التعامل مع مثل هذه الأمور في ظل غياب مجلس تشريعي؟ لا، الآن في مجلسين، في مجلس الوزراء الموجود الحالي وفي المجلس السيادي. الاثنين مع بعض يشكلوا ما يسمى بالمجلس التشريعي، وهم بجلستهم المشتركة يجيزوا القوانين، يجيزوا التعديلات، يجيزوا الرسوم، يجيزوا أي زيادات. وزارة المالية كما ذكرتك لا تفرض رسوم، ولكن الوحدات هي التي تقترح زيادة الرسوم وتأمن عليها وزارة المالية. طيب جميل، في نرجع تاني لمسألة زيادة رواتب بعض القطاعات، لأنه الآن بيشوفونه يا دكتور عدد من الأطباء وعدد من المعلمين، وتعلم سلفا في إضراب عند المعلمين وإضرابات متكررة ومشاكل زيادة مرتبات المعلمين. كيف وضعت وزارة المالية الخطط لحل هذه المشاكل التي تواجه بعض القطاعات، علما أنه القطاعات التي تمت زيادة رواتبها قطاعات محددة؟ يعني هي طبعا نسبة لإضرابات المعلمين ورواتبهم هذه المسألة تمت معالجتها، والآن يعني حتى الزيادات في الفروقات وغيرها تمت الآن بدأ التنفيذ فعليا يعني، والمسألة دي فيري سون إن شاء الله حتكون لها حتتعالج يعني. الجهات الثانية طبعا في لجان اتعملت لمعالجة كل هذه الإشكالات وكلها بتتعالج في إطار يعني الموازنة دي، عملت تحوطات لكل الأشياء الممكن تطرأ من زيادات وغيرها وإضرابات، لأنه دي واحدة من الهواجس الكبيرة جدا اللي بتكبل العمل في الموازنة، وتصهر لك أشياء فجأة وتحاول تجري تغطيات من جهات أخرى. وبالتالي نحن بإجازة هذه القوانين ووضع الأمور في يعني وضعها الصحيح نستطيع أن يعني ننفذ يعني أو ننجز الأشياء بالشكل المطلوب ونزيل التشوهات دي ويعني نفي بالالتزامات تجاه الطبقات المختلفة يعني. طيب دكتور أحمد، تكلم برضو عن دور الوزارة في دعم الشرائح الضعيفة والخطط التي وضعت في موازنة العام 2023 والبرامج لدعم هذه الشرائح. معروف أن هناك كان أكثر من برنامج لدعم الشرائح الضعيفة لكن ربما توقف بعضها. هي طبعا الدولة في برامج الرعاية الصحية، التأمين الصحي، دعم المعاشيين، برامج دعم الصغار المنتجين، الأسر الفقيرة والمنتجة والتمليك وسائل الإنتاج، كل هذه الوسائل بتتم عبر وزارة التنمية الاجتماعية والصناديق الادخار والبنوك اللي بتقدم المتخصصة في هذه المسألة. وهذه المسألة تمت وضع برامج لها، وضعت لها مبالغ مقدرة في الموازنة عشان تقابل كل هذه الأشياء يعني. وإن شاء الله يعني حيكون في يعني في أو موجودة الآن زيادة مقدرة ومعتبرة في هذا الجانب كمساهمة من الدولة في دعم الحماية الاجتماعية وبرامج الرعاية الاجتماعية المختلفة يعني. جميل. أيضا دكتور، لعله في الأسابيع الماضية صدرت عدد من الأخبار وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي عن عجز وزارة المالية عن الإيفاء بمرتبات العاملين، وربما يعني بدأت بعض الجهات بصرف المرتبات خلال الأسبوع الحالي، والبعض لم تصل المرتبات حتى الآن، وراجت من خلال هذا الأمر عدد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. نتكلم برضو عن الأخبار التي تنشر عن وزارة المالية اللي بتسبب إزعاج كبير بالنسبة لوزارة المالية، الناس برضو بتتعامل مع الأخبار دي عنها صدر مع وزارة المالية عن وزارة المالية. أنتوا كيف بتتعاملوا معها وكيف الناس تقدر تصل على المعلومات الصحيحة؟ وبرضو صحيح لنا معلومة مسألة عجز الدولة عن الإيفاء بمرتبات العاملين. أولا نحب نؤكد الدولة ليس عاجز عن الإيفاء بالتزامات تجاه المرتبات أو العلاوات أو غير العاملين بالدولة، المسألة دي يعني وضعت في الموازنة يعني، وما يعني يروج له من شائعات حقيقة الشائعات كثيرة، إذا نحن بارين الشائعات دي ما حنشتغل، حنقعد بس كله شائعة تقول تصحيح نقعد تصحيح. حقيقة نحن كنا نوهنا لأكثر من مرة دائما استقاء أو الحصول على المعلومة الصحيحة
فيما يتعلق بوزارة المالية وما يعني يطلع منها من أخبار من مصادر معينة. مثلا اللي هو الناطق الرسمي باسم الوزارة اللي هو شخصي باعتبار أنه مفوض من وزارة المالية بالإدلاء بتلك التصريحات، وما لم يصدر مني تصريح بهذه المعنى معناها هذه كلها تعتبر نوع من الشائعات. المسألة الثانية الإعلام، وعندنا مستشار الإعلامي للسيد وزير المالية، فهذه الثلاثة أشياء هي بتشكل الركيزة الأساسية في أنه نحن ننشر الأخبار بشكلها صحيح، ونحن حريصين أنه الأخبار لابد أن تأتي من مصادرها، وبالتالي نحن عندما نخرج هذه المسائل بنخرجها بالأرقام وبشيء دقيق يعني، وقيادة الوزارة هي بتكون في الصورة وتعلم تماما ما هي المعلومة التي صدرت من الوزارة، فما يراج أو ما يروج له في الإعلام وغيره أنا أفتكر دي إشاعات، الغصد منها هي إثارة البلبلة وخلق فوضى، وفي الظرف ده أنا أفتكر ما زال غير محتملة، ونحن حقه تاني ننظر لمصلحة الوطن ومصلحة يعني البلاد قبل كل شيء حتى نحن نمشي في الاتجاه الصحيح يعني. طيب الآن وأنا داخل على الحلقة وترويجنا عن انه حيكون معانا الناطق الرسمي باسم وزاره الماليه عدد من الاسئله اللي جايه من الشارع ومنتظراك عشان تجاوب عليها. اولا سبب تاخر المرتبات حتى منتصف الشهر وما بعد منتصف الشهر، وهل هذا الامر سيستمر ابتداء من شهر فبراير لبقيه العام، ام كيف يمكن لوزاره الماليه ان تتدارك هذا التاخير؟ هذه المساله لن تتكرر، وسبب التاخير هو اجازه القوانين التي تأخرت فعلا المتعارضة عن المال العام، ووضع المرتبات دي طبعا بتوضع في نظام محوسب، وبعد ذلك بتمشي للحساب في بنك السودان، وبتمشي تباعا يعني، ما مسألة طوالي وان جو كده انت بتوديها يعني. فلكن هي في النهاية وزارة المالية كانت تعمل ليل نهار حتى في العطلات يعني، الميزانية دي أجازوها في يوم الأربعاء، يوم الخميس صدر التخويل بالصرف، الجمعة والسبت وزارة المالية العاملين كان بيعملوا، يوم الأحد مشت لبنك السودان، وبالتالي بتمشي وبتنزل في حسابات يعني، هي مسألة محوسبة يعني، فبالتالي المسألة الناس ما قادرين يستوعبوا المسألة دي يعني. أطمئن المواطن الكريم بأنه وأخواننا في كل الوحدات والقطاعات أنه يعني هذا لن يتكرر، وأنه الدولة حريصة على توفير المرتبات في حينها يعني. طيب انا طبعا يعني هستغل الفرصه يا دكتور وحاجيف معك على نقطتين مهمين يعني لازم ناخذ فيهم اجابات قبل ما انهي هذا الحوار. النقطه الاولى، متى من المتوقع ان يصرف اخر العاملين راتب شهر 2؟ المساله الثانيه مساله معالجه رواتب المعلمين والاطباء وبقيه القطاعات. والان النقطتين انا محتاج منهم لاجابه واضحه. الان المرتبات كلها يعني اكتملت، ما في تأخير يعني، ما في تأخير، أنا ما عندي ما يفيد بأن هنالك تأخير في المرتبات. خلال كل المرتبات الآن اكتملت وبنسبة 100%، صحيح كانت بنسبة 84% الآن، لأنه صدر تصريح قبل يومين باسمك. أي صحيح، كانت 84% المسائل اللي هي الفنية المتعلقة بالحوسبة يعني، وبعد ذلك المرتبات الآن اكتملت بنسبة يعني 100%، وبالتالي ما في إشكالية يعني أنه المرتبات، لكن حتمشي بعدها بشكل منتظم، اللي هو بسبب الديلي الحصل أو التأخير الحصل نتيجة الأسباب اللي أنا ذكرتها يعني. الجانب الثاني من السؤال، الشق الثاني من السؤال، مسألة معالجة مرتبات المعلمين وبقية القطاعات اللي الوزارة عملت فيها شو؟ المسألة الآن بدت الآن معالجة هذه المسألة، وبدت منذ الأحد الماضي المسألة تحت المعالجة والفروقات والزيادات للمعلمين، وتسير بصورة طيبة إن شاء الله، وسوف يصرفوا كل الزيادات بتاعتهم أو الشيء المتفق عليه يعني. جميل. نعم. طيب دكتور، بالعودة لمسألة السياسات التي من المتوقع أن تتبعها وزارة المالية لزيادة فرص الاستثمار وزيادة المدخول القومي، أعتقد واحدة من النقاط المهمة المفروض نجيب فيها ونعرف بها، وبالتالي إذا زادت وزارة المالية من مدخولها ومن العملة الصعبة ومن إيراداتها، بالتالي ستزيد الخدمات المقدمة للمواطن، سواء كان على هيئة دعومات للتعليم أو الصحة والخدمات الاجتماعية. نعم، نحن حقيقة كما ذكرت عندنا قانون شراكة جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي،
وهذا ممكن يساهم كثير جدا في جذب الإيرادات أو جذب مساهمة رأس المال الأجنبي والمحلي في التنمية. عندنا قانون لتشجيع الاستثمار وأيضا به محفزات وبه أيضا فرص للمستثمر حتى يستطيع أن يعني يضمن أرباحه وتحويله وكل ذلك. نحن حقيقة الدولة حريصة على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوسيع قاعدة المشاركة وحريصة على الدخول في شراكة مع القطاع الخاص ومع منظمات المجتمع المدني حتى يعني تكون المسألة كما قلت هي نوع من الترابط والتكامل لتحقيق زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي. ونحن يعني لن نغيف مكتوفي الأيدي في انتظار العون الأجنبي، وإذا جاء العون الأجنبي يكون كمان زيادة الخير خيرين وممكن برضو يساهم أيضا في زيادة النمو الاقتصادي. بالوقوف عند تركيز وزارة المالية على الانتاج الذاتي بيقودنا هذا على تسعير الأسعار التركيزية للجهات أو الأذرع التي اعتمدتها وزارة المالية لشراء بعض المنتجات كمثلا شراء القمح من المزارعين. هناك أيضا يعني شكوى من قبل المزارعين بأنه الدعومات التي تأتي للمزارعين على هيئة بذور أو أسمدة تكون بسعر، وبعد ذلك السعر التركيزي المطروح للمزارع لشراء مثلا جوال القمح بيكون بسعر أقل من السعر المطلوب أو أقل من السعر المتوقع لجوال القمح الواحد، وبالتالي هذا بيخلق نوع من قلة الإقبال على الزراعة مثلا أو نوع من الاستياء تجاه الجهات الداعمة للمزارعين أو صغار المزارعين. السعر التركيزي المطروح لشراء المنتجات من المزارعين ودوره وتأثيره في تحفيز الإنتاج والإقبال على الزراعة وغيرها. وحقيقة طبعاً الدولة حريصة وزارة المالية على المنتج وعلى زيادة الإنتاج والإنتاجية، وبالتالي حريصين كل الحرص أنه الإشكالات اللي كانت بتحصل في العام الماضي ما تتكرر في العام القادم. وهنالك لجنة حقيقة عليا مختصة بهذه المسألة. نحن ما نسبق الأحداث، هي تضع كل الترتيبات وفيها وزارة المالية وزارة الزراعة البنك الزراعي وكل المساهمين بحول القطاع الخاص حتى تضع يعني خطة واستراتيجية واضحة جدا للتعامل مع هذه الأشياء وتفادي أن هذا المنتج الصغير أو المنتج المحلي أو المزارع يكون له يعني عنده خسارة في إنتاجه، وفي نفس الوقت نحن دارين نضمن إنتاج أوسع، وبالتالي كل الآليات اللي نحن بنعمل من أجلها زيادة الإنتاج والإنتاجية. جميل، نحن شاكرين لك جدا دكتور أحمد الشريف محمد الناطق الرسمي لوزارة المالية، كنت ضيف عزيز علينا جدا في ظلال الأصيل وأجبت على عدد من الأسئلة. شكرا لرحابة الصدر وشكرا لكونك في قناة الشروق الفضائية. وشكرا لكم وأهلا بكم، وربنا يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله لما فيه خير البلاد والعباد إن شاء الله. دي كانت مساحتنا الأولى في ظلال الأصيل والتي كان ضيفنا فيها دكتور أحمد الشريف محمد الناطق الرسمي لوزارة المالية. طرحنا فيها الأسئلة العالقة بأذهانكم، استجبنا فيها لمطالبكم بالأسئلة وطرحناها باسم المتحدث بوزارة المالية، واستمعتم فيها للإجابات. مساحات متجددة تجمع بيننا وبينكم في ظلال الأصيل. أهلا بالجميع.